my freedom. These days are different. I'm going back in time. We are falling. علاش العائلات؟ لأنو العائلات دورو أساسي في المنظومة التربوية ورئيسي حاجة كبير بالبطل العالمي اللي حدانا وطيب للتضامن معاه مش هنا عصام المرهومي. سيد محمد التضامن الحديث معناها أول مرة نتعرفوا على بعضنا وفي مشهد مباشر. مرحبا رحمة سي حاتم. منظمة دولية موجودة في الأردن أسسها سمو الأمير فيصل بن الحسين، ولكن منظمة دولية تخدم في ثلاثة قارات اللي هي في أوروبا أفريقيا وآسيا، ثلاثة قارات وتخدم في أكثر من 52 دولة. السادة المؤثرين، الأخوة والأخوات، بناتي وأبنائي، حب واعتبرونا باللجنة الأولمبية فكرت في عديد المناطق وكان استقر رأي اللجنة الأولمبية وأنا تبعت في هذا الاتجاه أنه يكون هالمركب لدي في حي التضامن أكاديمي. ولكن أما المؤثرين اللي هما في المناطق المختلفة ساهموا في نجاح البروجيكت، نحب نعترف باسم الكل، سفيان، مروة، درسان، صفان، مروان، سفيان، ميلاد. اللهم عدد من الإدارات ومن الطلبة وكلهم اللي كانوا يساهموا في تأثير البروجيكت.